بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأحبة في موعد جديد من برنامجكم عناوين، والبداية بكل تأكيد مع أصداء وأفراح تتويج النصر بالكأس الغالية ليلة الخميس الماضي، مدويا في الصحف المحلية التي أفردت مساحات واسعة في عدد اليوم للحديث عن ليلة التتويج ومسيرة الفرح التي انطلقت إلى معقل نادي النصر، كما أشادت بالدور البطولي الذي قدم هو أبناء صحار من لاعبين وجماهير. عربيا، كشفت صحف الكويت عن السبب الحقيقي لإعلان بطلها الأولمبي وأسطورة الرماية الكويتية فهيد الديحاني اعتزاله اللعب. ومن الأخبار الطريفة أيضا إشاعة أطلقها أحد الإعلاميين عندما ادعى أن والدة أحد اللاعبين تحدثت إليه من أجل الوساطة. عالميا، برشلونة واثق الخطى يمشي ملكا، واليوفي يتجاوز مرحلة السقوط أمام الريال. وقبل الدخول بالتفاصيل تفاصيل نستعرض وإياكم أبرز العناوين. في ليلة الكأس قصص لا تنسى ومشاهد تبقى خالدة في ذكرى البطولة الأغلى. الأفراح مستمرة في أرض اللبان بعد أن عاد النصر متوشحا بلقب الكأس الغالية. البطل الأولمبي فهيد الديحاني يرمي بآخر أوراقه ويضع حدا لمشواره الحافل بالألقاب. ثلاثيات ميسي تعود من جديد والريال يرفض الممر الشرفي. وبوغبا يؤكد قيمته المالية بعد تألقه في ديربي مانشستر. أهلا بكم، والبداية كالعادة بأبرز الأخبار في الصحف المحلية، حيث انتهت مسابقة الكأس الغالية بعد رحلة طويلة بدأت خلال هذا الموسم وشهدت سباقا وكفاحا بين جميع الأندية في السلطنة بمختلف الدرجات وبذات درجة الطموحات والرغبات في الحصول على اللقب والدخول في سجلات التاريخ. تميزت رحلة الكأس بالكثير من المحطات المهمة التي ستترك تأثيرها في مسيرة جميع الأندية، وبصفة خاصة تلك التي تحققت فيها نجاحات طيبة وبلغت الأدوار المتقدمة وكانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالبطولة. صحيفة عمان رصدت أبرز محطات هذه النسخة من البطولة في عنوان قالت فيه: ليلة الكأس محطات بارزة وأحداث لن تنسى. وقدمت نهائيات بطولة الكأس الكثير من الدروس لبعض الأندية التي عضت بنان الندم في هذا الموسم على ضياع فرصتها في المنافسة على اللقب أو الحصول عليه لوقوعها في بعض الأخطاء المؤثرة التي أقصتها من المنافسة وأضاعت حلمها في الذهب. عدد كبير أيضا من اللاعبين الذين شاركوا في مباريات المنافسة الحالية ببطولة الكأس خرجوا من ملاعبها المختلفة بذكريات ومواقف لا تنسى ستظل خالدة في الذاكرة، خاصة نجوم النصر وصحار الذين عاشوا ليلة الختام وتفاصيلها المثيرة وسيناريو ضربات الترجيح التي أصابتهم بمشاعر القلق والتوتر والخوف وفي نفس الوقت الفرح. ونبقى مع الكأس الغالية ومشهد النهاء المثير الذي جمع النصر وصحار، حيث تناوله الإعلامي خميس البلوشي في مقاله المنشور على صفحات الشبيبة مشيدا بما قدمه البطل، كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل صحار. تابع من خلال القراءة في هذا التقرير. بعد غياب طويل عادنا للنصر إلى منصة التتويج من الباب الواسع والواجهة الأكثر اتساعا حين توج بلقب كأس مولانا المعظم لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه. الأزرق سجل حضوره القوي واستطاع التفوق على منافسه صحار بركلات الترجيح بعد مباراة جميلة وماراثونية كانت الجماهير هي نجمها الأول بلا منازع. فعاش النصراويون ليلة متخمة بالفرح والمسيرات داخل العاصمة مسقط وفي محافظة ظفار حيث مقر هذا النادي العريق. هي اللحظات الأروع لجماهير ومحبي النصر منذ سنوات طويلة حين توشحت الكأس الغالية بالأزرق في ملعب المباراة.
قبل أن تغادر محلقة في الأجواء من العاصمة مسقط إلى أرض الجنوب، حيث كان ذلك الاستقبال الخاص الذي يليق بحجم الإنجاز وقيمة المناسبة. لم يفوت النصر فرصة الوجود في النهائي بعد كل ذلك الغياب والاشتياق، واستطاع بثقة لاعبيه وجهازهم الفني تحقيق الانتصار المطلوب والظفر باللقب الأغلى محليا. فكان الجميع في الموعد بتحضير نفسي وفني كبيرين، وكان الجميع على بوابة التألق يتناوبون في استلام الميداليات الذهبية قبل أن يرفعوا الكأس عاليا في مشهد تناقلته محطات تلفزيونية كثيرة، وفي لحظات تابعها الكثيرون داخل وخارج السلطنة. عرف النصر وبخبرته في النهائيات كيف يواجه صحار المنتشي بوجوده الأول في هذه المناسبة الكبيرة والمدعوم بجماهيره الغفيرة، حيث كان الفريق الأزرق متألقا وسط جماهيره الوفية التي حضرت إلى مسقط برا وجوا لمساندته والوقوف معه وتسجيل لحظات الفرح. النصر حقق اللقب الخامس بعد طول غياب، وفي طريقه إلى منصة التتويج تجاوز أندية النهضة والرستاق والبشائر والشباب وأخيرا صحار، وهو الفريق المستقر فنيا والذي يقدم مستويات طيبة في هذا الموسم، واستطاع أن يرسم طريقه بكل ثقة، فهو اليوم بطلا للكأس، وفي ذات الوقت هو أيضا ثالث الترتيب في جدول الدوري، ومن حق جماهيره أن تعيش الأفراح والليالي الملاح، لأن ما تحقق في مسابقة الكأس يعتبر نجاحا كبيرا يحسب للجميع، من مجلس الإدارة الذي اجتهد كثيرا وتحمل كل الضغوطات إلى الجهازين الفني والإداري والداعمين والجماهير الذين انتظروا هذه اللحظات السعيدة وعملوا بكل جهد لتحقيق هذا الهدف متخطين كل الظروف. وتحية خاصة للجماهير النصراوية التي عتبت وصبرت كثيرا على فريقها الذي ابتعد عن المنصات لكنها لم تتخلى عنه، فهو عشقهم الذي لا يتنازلون عنه. انتهت منافسات الكأس الغالية، والنصر للنصر الذي أضاف إلى خزائنه لقبا جديدا تتزين به جنبات هذا النادي العريق، ومن حق النصر وجماهيره ومحبيه أن يعيشوا هذه الفرحة، ومن حقهم دائما مناظرة المستقبل من أجل إنجازات أخرى. فالطموح النصراوي لا تحده بطولة، والنصر بطبيعة الحال يعشق النصر. خطف النصر اللقب من الجميع ليجلس على القمة ويعوض سنوات الإخفاق التي لازمته في السنوات الماضية وجعلته بعيدا عن منصات التتويج في البطولات الكبيرة ويكتفي فقط بالفرجة. هذا اللقب أدخل البهجة والسرور على أنصار النصر، فعاشوا فرحة لن تنسى رصدتها صحيفة الشبيبة في عنوان قالت فيه: النصر أصداء التتويج بالخامسة تتواصل. الشيخ عامر الشنفري رئيس نادي النصر عبر عن سعادته باعتلاء لاعبي منصة التتويج بأغلى البطولات قائلا: لحظة تاريخية أعادت إلى الأذهان لقب 95 في أجواء كانت مشابهة لحد كبير بين نسخة 2018 و 1995، فعودة الجماهير والتفاف محب النادي وداعميه والعمل التكاملي للمنظومة كلها عناصر مشتركة بين اللقبين. وأضاف الشنفري: معانقة اللقب الغالي تأتي انعكاسا لدراسة أوصت بأهمية الاستقرار الفني لتحقيق الأهداف الموضوعة سلفا، لذا جددنا ثقتنا في المدرب المصري حمزة الجمل وجهازه الفني، وارتأينا بعد نجاحه مع الفريق الموسم الماضي جدوى استمراره على رأس القيادة الفنية لتحقيق ما تصبو إليه الإدارة وتتطلع له جماهير النصر العريضة. عمت الأفراح وأرجاء أرض اللبان، وابتهجت كل عاشق ومشجع لنادي النصر داخل السلطنة وخارجها لتتويجه بطلا للكأس الغالية للمرة الخامسة في تاريخه، إثر فوزه المثير على نادي صخار بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة كان فيها التعادل الإيجابي 2-2 سيد الموقف. صحيفة الرؤية أيضا رصدت ردود الأفعال في عنوان قالت فيها: الأفراح تعم أرجاء أرض اللبان ابتهاجا بمعانقة الكأس الغالية. وقال حمزة الجمل مدرب النصر: لقد جنينا ثمرة العمل الإداري الناجح من الإدارة الواعية التي يترأسها الشيخ عامر الشنفري، وطوعنا حالة الاستقرار الفني في أداء راق على أرضية الميدان، وبذلنا جهودا مضاعفة استمدت قوتها من جماهير النصر
النصر التي احتشدت لمؤازرة فريقها قاهرة عامل المسافة غير عابئة ب1200 كيلومتر تفصل العاصمة مسقط عن أرض اللبان. وأضاف: لا يسعني أن أصف مدى فرحتي معانقة اللقب الذي يحمل اسم جلالة السلطان المعظم. حدث جلل سيبقى دوما إحدى العلامات الناجحة في طريق التدريبية. النصر يستحق اللقب والتحية والتقدير لصحار، فريق رائع قدم مباراة كبيرة تليق باسم البطولة والحب لجمهور صحار الراقي. وتابع أيضا: ما أجمل أن تكون سببا في سعادة الغير، إنه شعور رائع وهذه كرة القدم. كلما رأيت الفرح في عيون الجماهير واللاعبين شعرت بفرحة أكبر وسعادة تغمرني وتدفعني لتقديم المزيد لهذا النادي الكبير. وضع اتحاد الكرة خطة زمنية لحسم ملف تراخيص الأندية، يتضمن استقبال طلبات الأندية والقيام بالزيارات للوقوف على الإجراءات والبنود المطلوب توفرها في كل ناد قبل حصوله على الرخصة المحلية. صحيفة عمان انفردت بالخبر في عنوان قالت فيه: خطة زمنية لحسم ملف الرخصة الآسيوية. وأكد المسؤولون عن ملف التراخيص باتحاد كرة القدم بأنهم قاموا بكل ما يلزم لدعم الأندية الراغبة في الحصول على الرخصة الآسيوية، وأن الكرة باتت في ملعبها وعليها أن تقوم بالإجراءات المطلوبة لإنجاز الأمر والحصول على الرخصة بناء على الاشتراطات الآسيوية قبل بداية الموسم المقبل بوقت كاف. ويحرص اتحاد الكرة على أن تقوم الأندية باستكمال ملفاتها بعد إبداء رغبتها في الحصول على الرخصة. وستقوم اللجنة المكلفة بمتابعة التراخيص بالاتحاد بتقديم كل العون للأندية التي تحتاج للدعم الفني والإدارية. غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي ظفار إلى الجمهورية اللبنانية لمواجهة منافسه الأنصار اللبناني يوم غد ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوية. صحيفة عمان أشارت إلى تحضير ظفار لهذا اللقاء في عنوان: ظفار يؤكد جاهزيته لمواجهة الأنصار اللبناني في الآسيوية. وتعتبر المباراة بين الطرفين هي المواجهة الرابعة في ذات البطولة، إذ سبق وأن التقيا عام 2007 من خلال مواجهتين انتهت مواجهة الذهاب بنتيجة سلبية، فيما كسب الأنصار مواجهة الإياب بنتيجة 3-0، والتقيا في ذهاب المجموعة ذاتها لهذا العام وتمكن فريق الأنصار من الفوز بنتيجة 2-0. تجدر الإشارة إلى أن فريق الفيصل الأردني يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، والأنصار ثانيا ب6 نقاط، والوحدة السوري ب5 نقاط، وظفار رابعا ب4 نقاط. ويتطلع فريق ظفار إلى تحقيق الفوز لتعزيز رصيده وموقفه في سلم المجموعة. بدأ نادي الشباب مبكرا في وضع خطته للمشاركة في دوري أبطال العرب عقب توقيع عقد مشاركة قبل أيام في نسخته المقبلة من المنافسة العربية وفي شكلها الجديد، الذي انطلق الموسم الماضي بحضور ممثلين للاتحاد العربي والأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم ورئيس النادي حمزة البلوشي. صحيفة عمان تابعت في عنوان قالت فيه: الشباب يضع خطة للمشاركة العربية الأولى مبكرا. ترفع إدارة الشباب شعار التمثيل المشرف للكرة العمانية في مشاركة النادي الأولى بدوري أبطال العرب، والتي تمثلت بنقلة فنية كبيرة في مسيرتها، وتلقى أيضا مسؤولية فنية وإدارية كبيرة على الإدارة، وتفرض عليها ضرورة الاستفادة من الظهور العربي الأول بصورة رائعة وتشريف الكرة العمانية في المحفل الكروي الذي تشارك فيه أكبر وأشهر الأندية العربية. وعمد الاتحاد العربي إلى زيادة قيمة الجوائز المالية للبطولة العربية، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 5 ملايين دولار و2 مليون لصاحب المركز الثاني و1 مليون دولار لصاحب المركز الثالث. اختتمت مساء أمس منافسات بطولة السلطنة لكرة الطاولة لفرد العموم والشباب التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر بمشاركة 32 لاعبا من فئة العموم ونحو 18 لاعبا من فئة الشباب تحت 21 سنة، وذلك في البطولة التي أشرف على تنظيمها اللجنة العمانية لكرة الطاولة. صحيفة الرؤيا رصدت النتائج في عنوان المنزل
الخنذري والبلوشي إلى نهائي فرد العموم لبطولة الطاولة. وشهدت البطولة منافسات محتدمة بين اللاعبين المشاركين خلال أيامها الماضية، فقد تأهل إلى المباراة النهائية لفئة الشباب اللاعبان ناصر البلوشي وهيثم المنذري، حيث نجح المنذري في الفوز على عبد الله الجابري بنتيجة 3-0، بينما فاز ناصر البلوشي على الجولندا الخروصي بالنتيجة ذاتها. على مستوى فئة العموم نجح اللاعب هيثم المنذري أيضا بصحبة اللاعب مهند البلوشي في الوصول إلى المباراة النهائية أيضا، حيث أقصى هيثم المنذري اللاعب أسعد الرئيسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة، بينما فاز مهند البلوشي على حساب أيمن الفارسي بنتيجة 3-0. أكد سعادة الدكتور غازي بن سعيد البحر الرواس سفير السلطنة المعتمد بجمهورية فرنسا لصحيفة عمان أن المتسابق الدولي في رياضة المحركات شاب بن أحمد الحبسي أثبت جدارته وتألقه بشكل جيد في المنافسات والمشاركات الدولية والأوروبية، وأن رياضة المحركات بالسلطنة تسير في الطريق الصحيح. لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيه: شاب الحبسي أكد جدارته أوروبيا ورياضة المحركات تسير في الطريق الصحيح. واستقبل سعادة المتسابق شاب الحبسي والفريق الفني والإداري المرافق له ظهر أمس الأول، استقبلهم بمبنى السفارة بفرنسا، وشاد سعادته بالمستوى الذي قدمه الحبسي في منافسات الجولة الأولى في بطولة الفورمولا 4 والتي أقيمت على حلبة نوغارو بفرنسا. وأضاف سعادته أن رياضة المحركات تشهد تطورا واسعا بين رياضي السلطنة، وأصبح في استطاعة المشاركة في البطولات الدولية والعالمية، كما أنهم تمكنوا أيضا من الوقوف على منصات التتويج على مختلف الأصعدة. إلى كرة الطائرة، فقد تابعت طائرة السيب تحليقها ونجحت في كسب نقاط الصحار في لقاء مثير. صحيفة عمان تابعت فعنونت لنا بقولها: السيب يحلق بجدارة في أجواء صحار. وفرد السيب جناحيه بقوة وبكل جدارة عندما تمكن من الفوز على صحار بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الأدوار النهائية لدوري عمان تل لكرة الطائرة في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وفي لقاء آخر تمكن السلام من الفوز على بهلة بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة مجمع الصحار الرياضية، حيث جاءت نتائج الأشواط 25-12 و25-17 و25-12 نقطة. أقيم مساء أمس الأول حفل تكريم الفائزات بأوسكار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في الفئات 14 التي شملها الأوسكار في مجال الفروسية للسيدات المتعلقة بالخيل العربية. صحيفة الاتحاد الإماراتية تابعت هذا الحدث فعنونت لنا بقولها: أوسكار أم الإمارات يحتفل بالفائزين في ليلة 7 نجوم. وفازت بجوائز الأوسكار أم الإمارات عن فئة أفضل مالكة العمانية عائشة البلوشية، وجاءت بقية النتائج كالتالي: في فئة المهرات 4 سنوات المهرة منيرة من فرنسا، وفي فئة أكبر المهرات إيفور شورس من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فئة أفضل فارسة هاوية حصلت البلجيكية أليس بريتكس على الأفضل، كما حصلت الفارسة متدربة المجرية إلكسندرا بيهارت على أيضا فئة الأفضل. أما أيضا في فئة أفضل فارسة محترفة وهي البولندية ناتالي ديزل، وفي فئة أفضل مولدة الأمريكية بيتي جيلكت. بهذا الإنجاز وهذا الخبر ننهي مشاهدينا الأحبة جولتنا في الصحف المحلية. نذهب بكم إلى فاصل قصير وبعدها نعود إلى جولتنا العربية. كونوا بالقرب.
نجدد التحية لكم مشاهدينا وإلى جولتنا في الصحف العربية، نبدأ من السعودية حيث حافظ الهلال على أفضليته في السباق نحو المحافظة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وبعد تعادله مع مضيفه الأهلي بنتيجة 0-0 في جدة في الجولة 25 من الدوري، ليتأجل الحسم النهائي للقب الدوري للجولة الأخيرة، إذ سيكون الهلال مطالبا بالفوز على الفتح في الرياض دون النظر لنتيجة الأهلي أمام أحد يوم الخميس المقبل، إذ وصل الزعيم إلى النقطة 53 فيما أودع الراق النقطة 52 في حسابه. صحيفة الرياض تابعت فعنونت لنا بقولها بطل الدوري يتأجل والكلمة لدى الفتح وأحد. وخلافا لتوقعات كثير من المتابعين، ظهرت المواجهة مفتوحة من الجانبين، وهدد الفريقين المرميين، لكن القائمين حرم لاعب وسط الهلال الأورغوياني نيكولاس ميليسي ولاعب وسط الأهلي تيسير الجاسم منعهما من هز الشباك. وكان واضحا أن مدرب الهلال الأرجنتيني خوان براون طالب لاعبي بمهاجمة مرمى الفريق المضيف عبر الأطراف، لكن هذه الطريقة لم تأتي بالحل في وقت كان الأوكراني سيرجي راباروف مصرا على اختراق العمق للهلال دون فائدة تذكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. معروف أن هناك من الإعلاميين من يحاول التأثير على اللاعبين والفرق قبل المواجهات القوية، لكن أحد الإعلاميين تجاوز شرف المهنة وادعى أن والدة أحد اللاعبين تواصلت معه من أجل الوساطة. ادعاء الإعلامي تم رده بمنتهى البساطة بعد أن تبين للجميع أن والدة هذا اللاعب متوفية. هذا الحدث استحق أن يأخذ مساحة واسعة وأن يكون محل نقد وسخرية من قبل الإعلامي فياض الشمري في مقاله المنشور على صفحات الرياض. متابع كل ما ظننا أن الفكر الرياضي على مستوى التعاطي الإعلامي وتعامل الكثير من المنظومة ارتقى ووصل إلى مؤشر يمنح البعض التمييز وقبل ذلك الحياء والخجل والشعور أن المتلقي ليس ساذجا، وكلما توقعنا أننا تقدمنا خطوات نكتشف وجودنا في المربع الأول ولم ندرك بعد خطورة ما نفعله على أنفسنا ضد المتلقي الذكي الذي أصبح لا يضع لبعض الإعلاميين وزنا. أقرب مثال، وهذا يتكرر منذ عشرات الأعوام، محاولات أسلوب التأثير قبل المباريات المهمة من بعض الإعلاميين والمشجعين بل بعض المسؤولين في الأندية ليقينهم أننا في عصر ما قبل التعاطي مع مواقع التواصل، وأن الطفل الذي لم يتجاوز عمره 8 أعوام لديه معلومات وفكر أفضل منهم. أتذكر أن هناك مباراة مهمة بين فريقين كبيرين قبل أعوام، وكان هناك لاعب مهم في أحدهما، فأراد أحد ما يسمى إعلاميا التأثير على معسكر فريق اللاعب، فلم يجد أفضل من أن مدرب منتخب بلاده أبعده عن القائمة في نهائيات كأس العالم 2014. هنا ضج تويتر وتصدى لهذه الكذبة بأن منتخب هذا اللاعب لم يتأهل وأنه غير موجود في النهائيات الماضية، ولكن يبدو أنه تبلد بعد هذه الكذبة أكثر فصار ينشر قصصا وأخبارا مضحكة حتى تحول إلى محل التندر والطقطقة كل الوقت. بالأمس تابعنا قبل لقاء الأهلي والهلال الترويج لبعض المعلومات والأخبار عن بعض لاعبي الفريقين، وكأن من نسجها يتحدث بعقلية المشجع ما قبل 40 عاما عندما كانت الفبركات تجدي وتثير الشوشرة وتؤثر على معنويات اللاعبين والمشجعين والمدربين ومعسكر الفريق. في زمن التواصل السريع وغزارة المعلومات والتحليل الدقيق من قبل المشجعين والمتلقين بشكل عام، لا تنفع الشوشرة ولا تجدي الأكاذيب حتى لو كانت على وزن كذبة أحدهم عندما قال إن والدة أحد اللاعبين كلمته بينما هي رحمها الله ترقد تحت الأرض. إلى عناوين الصحف القطرية، فيوما بعد الآخر يؤكد الدحيل القطري أنه فريق سوبر ستار بعد أن رصع رصيده بالنجمة السادسة في تاريخ بطولات الدوري. فريق الدحيل واصل حصد إنجازاته المحلية وتوج ليلة أمس بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي وللمرة السادسة في تاريخ. صحيفة الراية القطرية تابعت فعنونت لنا بقولها لا مثيل للدحيل، وسجل الدحيل اسمه بأحرف من ذهب وليدخل
يدخل تاريخ البطولة من أوسع أبوابها بعد أن حصد اللقب برقم قياسي، حيث حصد اللقب دون هزيمة ليثبت للجميع أنه فريق ولد بطلا ومكانه الطبيعي فوق منصات التتويج. اللقب الجديد الذي تحقق للموسم الثاني على التوالي وللمرة السادسة في تاريخه لم يكن صدفة أو ضربة حظ، وإنما عن جدارة واستحقاق مع أرقام قياسية سجلت للدحيل في تاريخ البطولة، ليواصل الفريق هيمنته على لقب الدوري في السنوات الأخيرة. في الأردن، على خطى عامر الشفيع حارس مرمى المنتخب الأردني يسير الشاب عبد الله فخوري، حيث أشارت صحيفة الرأي الأردنية إلى أن حارس مرمى الوحدات والمنتخب الأردني للشباب سيذهب إلى إسبانيا ليخوض اختبارات هناك، لتعنون لنا الصحيفة بقولها اختبارات لفخوري في بلجيكا وإسبانيا. وتلقى حارس مرمى الوحدات لكرة القدم عبد الله فخوري دعوة لإجراء اختبارات والدخول بدورات معاينة في ناديي واسلاند البلجيكي وبلد الوليد الإسباني خلال الفترة من 30 من هذا الشهر وحتى منتصف الشهر القادم. وشهدت تلك الأندية أشرطة لعديد من المباريات للحارس، وتحديدا مساهمته الفاعلة في تأهل منتخب الشباب إلى النهائيات الآسيوية وصدارته للمجموعة الخامسة على حساب سوريا وفلسطين وإيران. في خطوة مفاجئة وصادمة للشارع الرياضي، أعلن البطل الأولمبي وأسطورة الرماية الكويتي فهيد الديحاني أعلن اعتزاله نهائيا، وذلك عبر تدوين على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. صحيفة القبس نقلت الخبر فعنونت لنا بقولها الذهب الديحاني يعتزل الرماية. وكتبت الصحيفة ربما جاء إعلان الديحاني بمنزلة الصدمة للجماهير الرياضية الكويتية وربما الخليجية على حد سواء، وذلك في ظل تألقه وعطائه المتواصلين من خلال المشاركات المتوالية في البطولات سواء المحلية أو الخارجية، وهو ما يضع بعض علامات الاستفهام حول قراره الأخير، إلى أنه في كل الأحوال يأمل الشارع الرياضي أن تتم الاستفادة الحقيقية من قدرات وخبرات العالمي والأولمبي بمثل مكانته في إعداد أجيال جديدة للرماية الكويتية. ونبقى مع اعتزال فهيد الديحاني، فقد كشفت صحيفة الرأي الكويتية عن أسرار القرار بحسب مصادر مقربة من اللاعب الذي سبق وأن حمل أول ميدالية ذهبية للكويت في دورة الألعاب الأولمبية. كشفت مصادر مقربة من فهيد الديحاني حامل ذهبية رماية الدبل تراب في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وبرونزيتي سيدني 2000 كأول كويتي ينال هذا الشرف ولندن 2012، كشفت أنه قدم كتاب اعتزاله اللعبة بشكل نهائي إلى نادي الرماية الكويتي في مارس الماضي، وقبل المشاركة في نهائيات البطولة العربية للرماية المقامة حاليا في المغرب. وأضافت المصادر أن السبب الذي أجبر فهيد على اتخاذ هذا القرار الصعب يعود إلى رفض وزارة المالية تطبيق لائحة تكريم الرياضيين الذين يحققون إنجازات خارجية سواء كانت في المحافل العربية أو الآسيوية أو العالمية، في خطوة مغايرة لتوجيهات صاحب السمو وأمير البلاد المفدى الذي حرص على تكريم الديحاني شخصيا. وتنص اللائحة على صرف 5,000 دينار راتبا لمدة 4 سنوات لمن يهدي الكويت ميدالية ذهبية أولمبية، 4,000 لمن يحصد الفضية، و3,000 للبرونزية التي حققها عبد الله الطرقي أولمبياد الريو. وأبدت وزارة المالية تحفظها على صرف هذه المكافآت التي استحقها رياضيان فقط هما الديحاني والطرقي تحت ذريعة تقليص المصروفات وترشيد الإنفاق. ولم تتوقف قرارات وزارة المالية عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى توجهها لإجراء تعديلات على لائحة تكريم اللاعبين المعتزلين التي كانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرتها في العام 2003 لتكريم الذين خدموا الكويت بعد موافقة مجلس الأمة بناء على اقتراح عدد من النواب على اعتماد بند إضافي بقيمة 450,000 دينار كويتي ضمن ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية السابقة 2002
2003 تخصص لتكريم اللاعبين المعتزلين في الألعاب الرياضية كافة. وعلمت الرأي أن هذا التوجه دفع العديد من الرياضيين إلى دخول سباق مع الوقت لتقديم كتب اعتزالهم نهائيا إلى الهيئة للاستفادة من المكافأة قبل أن تقوم المالية بتقليصها أو إلغائها نهائيا. الجدير بالذكر أن هذه اللائحة تحفظ حق اللاعب المعتزل الذي قضى فترة طويلة من حياته في تمثيل دولة الكويت في الخارج، كما أن وجود اللاعب خارج الكويت فترات طويلة يؤثر على حياته الأسرية والعملية والدراسية بشكل سلبي، فإذا كان موظفا فلن يحصل على الترقيات في عمله وبالتالي يخسر الكثير، لذا يجب أن يحفظ حقه في ذلك. وكانت الفكرة هي تكريمهم وفي الوقت نفسه تشجيع الجدد منهم على المثابرة والاجتهاد لتطوير أنفسهم للوصول إلى المنتخب والاستفادة من هذه المكافأة. وأخيرا من الصحافة العراقية، فقد هزت الاستقالة التي قدمها الدكتور محمد قحطان التميمي من رئاسة اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة هزت أركان مجلس إدارة الاتحاد الحالي برئاسة عبد الخالق مسعود التي يسعى الأخير من خلال الانتخابات الجديدة المؤمل إقامتها يوم 31 من شهر أيار المقبل للبقاء في قيادة الكرة العراقية لولاية ثانية. صحيفة المدى العراقية تابعت فعنونت استقالة قحطان حيدر تهزاني أركان اتحاد الكرة. وقال الدكتور محمد قحطان في بيان أصدرته الدائرة الإعلامية في اتحاد الكرة إنه ليس لضغوطات أشخاص في اتحاد الكرة بتمرير بعض المخالفات الانتخابية سببا في تقديم الاستقالة، مشيرا إلى أن الإساءة التي صدرت من بعض الإعلاميين المحرضين هي السبب الرئيس في الاستقالة، حيث أن الإعلام المحرض شكل ضغطا كبيرا على عمل الصحيح وإساءة لعمل تاريخ واسمي، ولم أعد أتحمل هذا الضغط ففضلت الاستقالة من رئاسة اللجنة وأبلغت الاتحاد شفهيا بذلك وسأقدمها تحريريا اليوم، وإن قرار الاستقالة الذي اتخذته سيكون من دون رجعة. ومن جولتنا في الصحف العربية ننتقل بكم إلى جولتنا العالمية، نبدأها من إسبانيا حيث قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق برشلونة للفوز على ضيفه ليغانيس 3-1 ضمن مباريات الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت اليوم بملعب أو بالعفو أقيمت بالأمس على ملعب الكامب نو. صحيفة سبورت أشارت إلى اقتراب حسم لقب بطولة الدوري وقيام ريال مدريد بعمل الممر الشرفي، فعنونت لنا بقولها ممر شرفي للليغا. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتلتيكو مدريد التي ستقام اليوم، حيث رفض فكرة إقامة ممر شرفي لبرشلونة مؤكدا أن تركيزه ينصب على مباراة الديربي فقط. وسألت الصحيفة مدافع برشلونة جيرارد بيكي عن رأيه فيما قاله زيدان، فرد المدافع الدولي ساخرا لن أنام الليلة بعد هذه التصريحات. واقترب برشلونة من حسم اللقب المحلي بعد فوزه على ليغانيس بثلاثة أهداف لهدف واحد، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على جاره الملكي اليوم. إلى إيطاليا وتحديدا صحيفة كوريري ديلو سبورت التي أشارت إلى عودة الروح لفريق السيدة العجوز وتألق نجمه الأرجنتيني ديبالا الذي قاد فريقه للفوز على بنفيتو بأربعة أهداف مقابل هدفين، فعنونت لنا الصحيفة بقولها ديبالا يتألق. وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات ماسميليانو أليجري مدرب يوفنتوس حيث قال في مدريد كل شيء يمكن أن يحدث، علما بأن البيانكونيري خسر على ملعبه بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. كما أبرزت الصحيفة تصريحات المدير الفني لميلان جينارو جاتوزو الذي أكد عدم تخليه عن أمل المنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال قائلا ما زلنا في سباق التأهل لدوري الأبطال. إلى إنجلترا حيث دفع فريق مانشستر سيتي ثمن التراخي باهظا عندما خسر من جاره مانشستر يونايتد 3-2 على ملعب الاتحاد بعد أن كان متقدما بثنائية في الشوط الأول. ديربي مانشستر كان فيه بطل وحيد تصدر عناوين الصحف هناك وهو الفرنسي بول بوغبا نجم اليونايتد، حيث خرجت صحيفة ديلي ميل بعنوان انتقام بوغبا. ولم يستطع مانشستر سيتي الحفاظ على تقدمه بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول لينجح رفقاء مورينيو في قلب
الطاولة على السيتي والفوز بالمباراة 3-2، ويتأجل احتفال أو يؤجل احتفالات أبناء غوارديولا بالتتويج بالدوري ويحافظ على هيبة اليونايتد، ويدين بالفضل بوغبا الذي سجل هدفين. لتخرج أيضا صحيفة ستار سبورت بعنوان قالت فيه معجزة صغيرة، وقدم بوغبا برهانا حقيقيا على قدراته الفذة بأداء خال من الشوائب في الشوط الثاني بعدما كان فريقه يتخلف في النتيجة بهدفين نظيفين، فسجل هدفي التعادل قبل أن يكمل كريس سمولينغ انتفاضة الفريق الأحمر بهدف الفوز. وأهدر السيتي فوزا في متناول اليد كان سيعني تتويجه بلقب الدوري الممتاز مع ما تبقى من 6 مباريات له، علما بأنه أراد من خلال هذه المباراة رفع معنوياته بعد الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام ليفربول في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي. ننتقل بكم الآن مشاهدينا الأحبة إلى فقرة الكاريكاتير، حيث نترككم مع أبرز الرسومات المختارة لهذا اليوم إضافة لبعض الصور التي التقطتها عدسات الصحافة. نتابع. وأخيرا مشاهدينا إلى همسة اليوم والتي اخترناها لكم من النهائي الكاس الغالي والذي تابعناه سويا يوم الخميس الماضي، والذي استحق أيضا فيها النصر أن ينال شرف التتويج باللقب الأغلى والأثمن، كاس جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، بعد لقاء ماراثوني أمام شقيق الصحار انتهى بالتعادل الإيجابي، فكان الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت بكل تأكيد لأبناء النصر. نهائي الكاس المثير والذي شهد عدة تقلبات في نتيجته وسط حضور جماهيري مميز صاحبه اهتمام إعلامي كبير ما زال يحتاج لمزيد من التنظيم، بحيث يتم إخلاء ساحة التتويج ممن لا علاقة لهم بالمباراة. عالميا لا نرى أي إداري أو مشجع يقتحم أرض أو أرضية الملعب ليشارك فرحة فريقه، لا أن يقف أيضا على منصة التتويج. ندرك تماما أن الحماس والرغبة بمصافحة اللقب الأغلى هو الدافع الأكبر، لكننا أيضا نخشى لو ترك الأمر على ما هو عليه من التدافع الذي قد يتسبب بما يعكر صفو فرحة التتويج لا سمح الله. في النهاية نقول مبروك للنصر هذا النصر، ومبروك لصحار هذا الفريق المثابر، وشكرا فعلا للاتحاد على هذا التنظيم المبهر، وإن شاء الله يكون القادم أجمل وأفضل. إذن مجددا نقول مبارك للنصر هذا التتويج، وحظا أوفر لنادي التماسي الصحار، القادم أجمل بإذن الله. وإلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا الأحبة إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم عناوين، تقبلوا مني ومن فريق العمل أرق تحايا وأعذب سلام، إلى اللقاء.